اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. الموضوع عندنا موضوع صلاة المسافر اليوم. في دقة، في صعوبة، يحتاج منا جميعا إلى التركيز. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بالخير فيه. 403 باب صلاة المسافر وفرضه في كل رباعية ركعتان. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل شيخ ماجد. إذا عندما نتكلم عن القصر نحن نتكلم عن الصلاة الرباعية. الثلاثية كم نصليها يا بنات؟ ثلاثية ثلاث ركعات. انتبهتم؟ هذا على قصة ركعة ونص. في واحد بعث سلموه إدارة مسألة مدرسة دينية، واحد بعثي يعني لا يعرف الأحكام الشرعية، هو صار مدير المدرسة، فخرج مع الطلاب رحلة فصلى بهم المغرب ركعتين. فقالوا له أخطأت، المفروض تصليها ركعة ونص. فالقصر يكون خاص بإيش؟ خاص فقط بالرباعية. القصر خاص فقط بإيش؟ بالرباعية. الثلاثية تبقى كما هي والثنائية تبقى كما هي. وفرضه في كل رباعية ركعتان. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة في الأصل ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. يعني الأصل الصلاة ركعتين لكن في الحضر زيدت، ولا يعلم ذلك إلا توقيفا. يعني هذا الشيء وإن قالته السيد عائشة لكن مثله في حكم الموقوف لا، هذا في حكم إيش؟ مرفوع. توقيفا ما معنى توقيفا؟ يعني مثله لا يكون لها علم من نفسها بالاجتهاد، وإنما وقفت فيه على شيء من رسول الله توقيفا. وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. ومثله عن علي. إذن نحن من كل هذه الأحاديث كثيرة في ذلك تبين أن الفرض للصلاة في السفر كم؟ ركعتين وليس أربعا. ما معناه؟ أن القصر في السفر رخصة إسقاط ولا رخصة ترفيه؟ أن القصر معنى أن نصلي ركعتين للرباعية رخصة إسقاط ولا رخصة ترفيه؟ رخصة إسقاط ولا رخصة ترفيه؟ معنى رخصة إسقاط لا يجوز لك أن تصلي إلا ركعتين، فأصبحت الظهر فقط ركعتين، لا يجوز أن تصلي أربعا. هاي معنى رخصة إسقاط، يعني سقطت الركعتين الأخريين. رخصة ترفيه معناها أنت مخير، يمكن أن تصلي إيش؟ أربعا ويمكن أن تصلي ركعتين. فنحن في مذهبنا إسقاط ولا ترفيه؟ ترفيه يعني أنت مرخص لك أن تصلي أربعا أو اثنتين. إسقاط ممنوع إلا أن تصلي ركعتين. ما معنى الفرضية؟ أنها أصبحت في حقك كالفجر، والفجر بنفع تصلي أربعة؟ بنفعش. وهي أصبح الفرض في حقك اثنتين، وطالما الفرض اثنتين إذن هي رخصة في مذهبنا رخصة إسقاط. فإذا ثبت أنك قطعت مسافة السفر، مثلا أنت سافرت إلى إربد مثال، ذهبت إلى الكرك، ذهبت إلى المفرق، هاي مسافة سفر، مثلك لا يصلي أربعا، لابد أن تصلي ركعتين فقط. أنت بالنسبة ليست رخصة ترفيه رخصة إيش؟
إسقاط. حفظنا حفظنا، انتبهوا لذلك لا تنسوها. أما الفجر والمغرب والوتر فلا قصر فيها فيها بالإجماع. ولو أتم الأربع قصة. الفجر الظهر صليت ركعتين، بعد ما صليت ركعتين قمت للثالثة. إذا قمت للثالثة بدون قعود متوسط، قاعدة القاعدة الوسطى بدون أن تقعدها، قمت بطل فرضك. ليش؟ لأنه ركعة الأولى فرض، ركعة الثانية فرض، القعدة على رأس ركعتين فرض. فعندما قمت للثالثة وسجدت في الثالثة بدون أن تقعد في الوسط فلم تأتي بفرض القعدة، فأصبحت الصلاة أربع ركعات كلها نفل. لكن لو قعدت على رأس الثنتين ثم قمت للثالثة الآن كفرض انتهى، بس أنت لم تسلم، قمت للثالثة، فتعتبر الثالثة والرابعة نافلة، وبالتالي أصبحت صلاتك صحيحة مكروهة. صح؟ لأنك لم تخرج إيش بالسلام، قمت لإيش؟ لثالثة. فالفرض في حقك كم؟ ركعتين. نعم، تركك واجب، ترك واجب. إذا من صلى أربعا بتشهد أوسط صح فرضه مع وجود الكراهة لعدم الخروج إيش بالسلام، ويكون آخر ركعتين نافلة. انتبهنا؟ نقرأ لو سمحتم. قال ولو أتم الأربع فقد خالف السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أو قوم سفر كأنها. فإذا قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرض، وقد أساء لتأخير السلام عن موضعه، رح يسلم على رأس الرابعة صح؟ وركعتان له نافلة، الأربع صار أول ثنتين فرض وآخر ركعتين إيش؟ نافلة، لزيادتها على الفرض. وإن لم يقعد في الثانية بطل فرضه، لأنه ترك ركنا وهو القعدة آخر الصلاة، هو في حقه القعدة آخر الصلاة اللي هي على رأس الركعتين. نعم، صلى ركعتين ولم يجلس بالتشهد حتى وإن أتى بركعتين أيضا وصار أربعا، حينئذ ماذا يفعل؟ إذا مفهوم الآن سؤاله هو يقول عمل العملة هاي، ما سلم على رأس ركعتين، سلم على رأس إيش الأربعة، هل يجزئه أن يسجد للسهو؟ لا يجزئه أن يسجد، لأنه هو ترك السلام عامدا، ترك السلام إيش عام، وسجود السهو لمن يترك واجب سهوا فلا يجب. والآن عنده أصبحت صلاة ظهر ناقصة، ولا تتم الناقصة إلا بإعادتها، فيكون ما يعيده نافلة، هو ينوي فيه الفرض بس هي حقيقة تعامل معاملة نافلة لإتمام نقص الفريضة. أوكي؟ جيد. قال ويصير مسافرا إذا فارق بيوت المصري قاصدا مسيرة ثلاثة إيش؟ أيام ولياليها. متى تصبح أنت مسافر؟ متى أنت تصبح مسافر؟ هاي ترى بقع خطأ فيها الناس كلهم ما شاء الله، يكون رايح للعمرة أو للحج وهم أمام الشركة يصلوا الظهر والعصر وبقصر وبجمع وهذا غير صحيح في جميع المذاهب مش بس عند الحنفية. لسه الباص محله بجمع. فتبدأ الرخص ذكروني بعد مفارقة البنيان،
والبحث في البنيان بحث عرفي. نحن بس تكون راي على السعودية وعلى طريق المطار ومكمل على طريق يعني معان وكذا بنشف ريقك ولسه ما زلت في حدود عمان. هاي مش عمان جغرافيا كأمانة، لكن عرفيا بمجرد انتهاء البناء انتهت عمان، وبالتالي المطار مش في يعني يعتبر خارج عمان. ففي المطار يجوز ان تقصر الصلاة لانه تنتهي المدينة بانتهاء البنيان. اما الان كتقسيم جغرافي محددين عمان معان كذا، يعني هذا تحديدات معينة، بس نحن بنعتبرها كفقها بالعمران. انتبهتم؟ اذا العمران في يوم من الايام امتد وصار المطار في داخل العمران لا يجوز. مثل مطار اسطنبول في داخل العمران مثلا، خلاص لا يعتبر خارج. فالمعتبر العمران، المعتبر العمران، فهمناها؟ اذا فارقت العمران تترخص. ما معنى تترخص؟ الان تقصر الصلاة وكذا وكذا. انتبهنا لهذا؟ فيقول ايش؟ ويصير مسافرا اذا فارق بيوت المصر. انتبهتم؟ وهي مجمع عليها المسألة في جميع المذاهب. انتبهنا؟ قبل ما اني افارق، ترى حتى اساتذة الشريعة، ترى اللي ما بيدرس الفقه على مذهب حتى لو دكتور شريعة، مثل هاي المسائل اللي انتم بتاخذوها في السنة الاولى تكون ايش؟ ما بيعرفها. يخطئ فيها. انتبهنا لهذا؟ لا، بدنا نكون واعيين ومنتبهين يعني، وما نقدر نشوف واحد افتى. لا، هاي مسألة مسلمة. الرخص تبدأ متى؟ في جميع المذاهب. دكتور السؤال، لو قرية صغيرة يعني جاوبت 2 كيلو فرقت المنهج هيك بدي اريحك. لو كنت ساكن ببيت شعر مش قرية، تأمل قديش؟ بتعرف بيت الشعر؟ الأمام وجمل بعدها ناقة. بمجرد أن تفارق حدود بيت الشعر فارقت البنيان. ما شاء الله. نعم، لأنه هو بنيانه البيت الشعر اللي هو عايش فيه. أنت فهم؟ لا، فرقته حقيقة ابني يعني. لا، مشيت لك خطوتين بعدين وخلصنا. هو فارقه يعني بطل يشوفه. لا، وصلت؟ فبالتالي ممكن انت في بعض اماكن تكون 10 بيوت، بعد اماكن 20 بيت، يعني مفارقة البنيان. انتبهنا لهذا؟ رفعت ايدك بنتي. ايش؟ ما في معتبر من معرفة الكيلوات، ودائما كنا ناخذها بالمدرسة اللي هو 81 كيلو يعتبر مستقبل، هي مش معتبر عنها. بلا هي بس احنا الان ما وصلنا، الان راح اشرحها، اصبر دحنا. ويصير مسافر اذا فارق بيوت البنيان، بيوت المصري، قاصدا. ايش قاصدا؟ انا سيارتي سرقت وراكب في سيارة اخ لي ومندور عليها. دورنا في عمان ما لقينا، ما وجدناها. ذهبنا للزرقة دو ما وجدنا، رحنا للخالدية ما وجدنا، رحنا للضليل، رحنا للمفرد، بس احنا مش ناويين نروح على المفرد، احنا مندور ومننتقل من مكان لمكان. مشينا 1000 كيلو بس لسنا مسافرين، لأنه ما في قصد السفر. بس أنا أوقف معكم شيء، السفر مش عبادة حتى أنويه، والله نويت ركعتي الصبح. شو السفر مش عبادة، بس أنا أقصد أن أذهب إلى العقبة. المكان الذي أقصد أن أذهب إليه بعيد عن المكان الموجود فيه أكثر يا بنتي من قديش؟ من 80 كيلو. فهمتيها؟ أقصد يعني انا اقصد الذهاب، بس لا، انا رحت هنا بعدين رحت هنا بعدين رحت هنا بعدين رحت بعدين رحت، ما بينفع. فهمناها؟ احيانا مثلا في الشخص يبحث عن اخر حول الكعبه وطاف 100 شوط لا يحسب، لانه هو ما عنده قصد الطواف، هو بدور. فاهمينها؟ فهاي احفظوها. فاذا عندي قصد السفر، معنى قصد السفر انني اقصد الذهاب الى مكان يبعد عن المكان الذي انا فيه تدير 80 فأكثر أم أقل. انتبهنا؟ هاي معنى قاصدا. هاي معنى إيش؟ قاصدا. مسيرة 3 أيام ولياليها،
ثلاث أيام وليليها كيف نحسبها أخوتي وأخواتي؟ قالوا يقدر بأقصر أيام السنة. أقصر أيام السنة أيام الشتاء قالوا ما بين طلوع الشمس وما بين الزوال بيكون 5 ساعات، قصير. ما بين طلوع وما بين الزوال كم ساعة؟ في بعض البلدان يعني مش شرط، ممكن عندما تزبط صح؟ هذا أقصر إشي بيكون عندهم 5 ساعات. طب قالوا 5 ساعات، والإنسان في المشي المعتاد بيمشي المشي المعتاد في بريطانيا مثلا، بس واحد يكون عنده ساعي بريد وعنده عمل بيكون مقدرين له أنك أنت الآن بدك توزع بريد وهو يوزع في الساعة لازم يكون ماشي 5 كيلو. فالمشي المعتاد مشي يعني الجيد، الإنسان بيمشي من 5 كيلو إلى 6 كيلو في الساعة. طيب 5 × 5 = 25 25 × 3 25 × 30 25 × 3 = 90. فصار المشي المعتاد من 75 كيلو لديه ل 90 كيلو. عرفنا كيف حسبناها؟ 3 أيام. لأنه عادة قديما كيف كان يمشوا؟ بيناموا بالليل بعد الفجر بيمشي للظهر، بعد الظهر خلاص بيستريحوا، هذا أقل المشي بيعتبره، بيستريحوا وثاني يوم الفجر بيمشوا. فهمناها؟ فقدر على المشي في زمانه، في زمانهم هكذا يمشون. فلذلك المعتبر عندنا 3 أيام ولا يليها معناها على الترتيب اللي حكيت لكم إياه. طيب أنا بحاول كل شيء يعني نجيبه من أصله كيف طلع صح؟ لماذا في مذهبنا لا نقول 80 كيلو والسلام ختام أو 90 كيلو؟ لماذا نقول 3 أيام ولا يليها؟ قالوا لاختلاف الطرق، لتفاوت البلاد. قديما الآن نحن كله شارع مزفت وأسود 100% وسيارة، بس ما كان قديما هكذا، والآن ليس في كل البلاد هكذا، في مناطق ليس، وأكثر المسلمين يعيشون هكذا يعني. وبالتالي ممكن أنا بالوضع المعتاد أمشي 5 كيلو في الساعة، بس إذا كانت منطقة جبلية أمشي 2 كيلو، أمشي كيلو. فلذلك قالوا يعتبر الليالي والأيام لتفاوت الطرق. فهمناها؟ وليس أن هي البحث موضوع أيام وليالي، لكن احتمال تختلف. انتبهنا لهذا؟ فبالتالي أن احنا في هذه الأيام عشان كلها صارت شوارع مزفتة وشائعة وكذا وهذا، منقول ما في مشكلة نقدر ابتداء 80-90 كيلو. لذلك في التقديرات عندنا في بعض علماء الهند يقدرون 72 كيلو، موجود هذا التقدير 72 كيلو، موجود تقدير 80، موجود تقدير 88، يعني هذا تقدير. لذلك نحن ما منشد في الموضوع، طالما بمعدل 80 كيلو ما الحكم؟ يجوز أو يصبح مسافر. بس أقل من هيك يعني واحد يقول لا أقل 20 كيلو 30 كيلو، لا ما فيه مسافة السفر المعظم، لا الذهاب، ذهاب هاي المسافة ابني. دقيقة 3 أيام ولا يليها، وقلنا اعتبر تفاوت الطرق صحيح. طيب أطرح سؤال الآن، وهذا التقدير كان على ما في زمانهم أخواتي وأخواتي وأختها، كان على ما في زمانهم، كان على ما في إيش زمانهم، والشريعة نزلت في ذاك الزمان فيعتبر التقدير الذي كان في زمانهم. فهمناها؟ وبالتالي نبقى نقدر، يعني لا نقول هذه الأيام 3 أيام ولا يليها بالطائرة بدور الأرض مرتين صحيح؟ فلا، فبالتالي إذا بدنا نمشي الآن على التقدير الجديد كأن أسقطنا أحكام الرخص فيما يتعلق بالسفر، لا نقول ذلك. نقول في الزمن الأول كان يوجد معذرة خيل، والخيل إخوتي وأخواتي تمشي قالوا 60 كيلو في الساعة، الخيل تمشي 60 كيلو في الساعة، مش طريق يعني مجهز، لا يعني تمشي يعني كأنها 120 أو 140. ليش؟ لأن بتأخذ الطريق، لأن نحن في السيارة مضطرين نلف وندور هذا صح، الخيل لا ستختصر كثيرا علينا صحيح. ومع ذلك ما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مشي الخيل،
اعتبر مشي الأقدام ومشي الإبل، مشي الأقدام، فيبقى نقدر بذلك. فهمين كلامي؟ فتبقى موجود 80 كيلو 90 كيلو ما في مشكلة، نبقى على هذا التقدير. بطائرة بسيارة بغيرها نفس الشيء. قال لأنه لا يصير مسافر إلا إذا خرج من مصر. لاحظ أختي، الآن أرجع لك، الآن أنا ناوي أروح 80 كيلو 90 كيلو المكان، متى تبدأ الأحكام في حقي؟ بعد ما أفارق البنيان. بس قبل ما أفارق البنيان ممنوع أن أقصر. فهمنا؟ يعني أنا خرجت من بيتي وأنا ببيته وماشي، لا يترتب علي أحكام السفر. متى تبدأ أحكام السفر في حقي؟ بعد مفارقة البنيان. يا ابن المكان بدي أروح له 80 كيلو، بس الآن أنا متى أبدأ أترخص؟ بمجرد أن أخرج من البيت أبدأ أترخص. متى؟ هاي يعني عندك المسافة 80، بس الترخص يبدأ بعد مفارقة البنيان. ممكن مفارقة البنيان اتفقنا قبل قليل 4 خطوات، صحيح؟ فرقت بيت الشعر، ممكن كيلو، ممكن 10 كيلو. نفس الترتيب نفس الحكم لا يختلف. نعم، الأيام لاعتبار تفاوت الطرق، فهمناها، بس في النتيجة نقدر. لا ما بقصر، من بس بقصر. قال وقد قال الصحابة لو فارقنا هذا الخص، الخص هي بيوت معمولة من قصب وكذا، لا قصرنا. وأما التقدير فلقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليها، والمراد بيان حكم جميع المسافرين. فلاحظوا 3 أيام هاي حتى في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون أعم فائد، فيتناول كل مسافر سفره 3 أيام ليستوعب الحكم الجميع. ولو كان السفر الذي تتعلق به الأحكام أقل من 3 لبقي من المسافرين من لم يبين حكمه، ولأن الألف واللام للجنس، فيدخل في هذا الحكم كل مسافر، ومن لم يثبت له هذا الحكم لا يكون إيش؟ مسافرا. هو فقط يريد من هذا الكلام الاستدلال على 3 أيام. تعرفوا حتى في الأحاديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي رحم محرم. فكثير من الأحاديث جاءت بالثلاث أيام وارتبطت بالسفر، سواء في الخفاف سواء في سفر المرأة. فمن كل هذه الحديث فهمنا أن التقدير يكون إيش؟ في اعتبار السفر شرعا 3 أيام. قال بسير الإبل ومشي الأقدام لأنه الوسط المعتاد، فإن السير على الخيل غاية في السرعة، وعلى العجل في غاية الإبطاء. العجل عرباية، عرباية خلف جمل، مش جمل، وراء خلف خيل، فبتكون تمشي بطيء بطيء بطيء، العجلة بسموها. فاعتبرنا الوسط لأنه الغالب. قال ويعتبر في الجبل ما يليق به. رأيتم هاي اعتبار الأيام، أنه قدرنا بالأيام حتى نعتبر تفاوت الطرق. الجبل الآن سيكون بطيء، وبالتالي فقط نحن 3 أيام ولياليها على التقدير. وفي البحر اعتدال، في البحر انتبهوا الآن، صار التقدير بدنا سير إيش؟ السفن الشراعية. السفينة الشراعية كم تمشي كيلو؟ ونقدر بذلك. أنا والله نسيت، كنت أحفظها بس نسيتها. أنا هاي الشغلات بتعنى فيها عشان نفهم كيف الأحكام، بس نسيت كم تقدير فيها. لأنه هو الوسط، وهو أن لا تكون الرياح غالبة ولا ساكت، فينظر كم يسير في مثله 3 أيام فيجعل أصلاً. يعني كم السفينة في 3 أيام تمشي، نصبح نعتبر هاي المسافة السفينة الشراعية. أي سفينة؟ اللي يحركها الهواء. قال ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصر. أنت تبقى مسافر حتى تدخل أو ينوي الإقامة 15 يوما في مصر أو قرية. هنا بدي بسأل أخواتي وأخواتي وأخواتي نتف معها. لاحظوا، أنا الآن ذهبت من عمان لإربد، مجرد فرقت البنيان مسافر مسافر مسافر، وأنا في إربد مسافر، وأنا في الطريق وأنا راجع إيش؟ مسافر، لا إشكال، صح؟
ففي الطريق مسافر وفي سواء ذهابا أو إيابا. انتهينا من هاي المسألة. طب أنا في إربد مسافر ولا غير مسافر؟ ممكن أكون مسافر وممكن لا أكون مسافر. نفترض أنا ذهبت لإربد لمدة شهر، في الطريق مسافر، مجرد وصلت إربد أصبحت مقيم، رجعت لعمان أصبحت إيش؟ في الطريق مسافر. ففي الطريق دائما أنا أكون مسافر، في الطريق دائما أكون إيش؟ لكن المكان الذي أذهب إليه إن نويت الإقامة أقل من 15 أبقى مسافر، وإن نويت الإقامة أكثر من 15 لا أكون مسافر. فالمكان الذي أذهب إليه هل نيتي أقل من 15 أو أكثر من 15؟ فهمناها إخوتي؟ الطريق أنا مسافر بس المكان. أنا ذهبت لمصر وناوي أبقى بمصر 10 أيام، هذه 10 أيام أقصر الصلاة فيها ويجوز لي الفطر، ما أنا مسافر. أنا هذا عمال ركز، أنتوا يعني في بالكم في ذهنكم شغلة أني أنا مسافر في الطريق. المسافر في الطريق متفق عليه إن كانت المسافة مسافة إيش؟ سفر. المسافة مسافة سفر اتفقنا أنه مسافر. المكان الذي أذهب إليه، المكان الذي أذهب إليه، المكان الذي أذهب إليه، مشوا معاي، إن كانت إقامتي فيه أقل من 15 يوما أيضا مسافر، يرخص لي الفطر في رمضان ويجب أن أقصر الصلاة. انتبهتم؟ المكان الذي أذهب إليه إن كانت إقامتي أقل من 15. لو نويت إيش؟ أنت بدكم أقل من 15 ولا أكثر من 15؟ مو 15 مقيم أصبحتي، أقل من 15 نريد. إذا نويتي 14 خلاص مسافرة، تقصر الصلاة، لا تصلي 4، تصلي ركعتين فقط. لا يجوز أن تصلي 4 كما مرة معنا. يجب يجب يجب. إيه سيدي؟ سيدي الآن إذا طرح علي وأنا نيت 14 يوم زي ما تفضلت، لكن انجبرت أقعد أكثر، أظني أقصر حسب. سيدي قالوا لو مكث في المكان طول عمره. لو مقيت في مكان معين طول عمرك وأنت لا تنوي 15 يوم تبقى وتقصر. الصحابة بقوا في أذربيجان يعني في الحروب وكذا سنتان أو سنتين وهم يصلون ركعتين، 6 أشهر وهم يصلون ركعتين. لابد. مثال، أنا رحت على مصر بدي أطلع الجواز، مثلا عندي مشكلة في الجواز، مثال، متى؟ بعد يومين. متى؟ بعد أسبوع. متى؟ بعد 10 أيام. بعد أسبوع، بعد أسبوعين، وبقيت 10 سنوات وأنا أنتظر في هالجواز يومين وأسبوع 10 أيام أبقى أصلي ركعتين. ما لم تنوي 15 يوم تبقى تصلي ركعتين. ما لم تنوي. بس لو كنت في الفرض نفسه، في الفرض أنت تصلي الظهر وأنت في الفرض نويتي تبقي أكثر من 15 يوم، الأربعة الصلاة التي تصليها تصبح 4. لا، طالما حتى أخرج البنيان، يعني يتغير من 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 سفر إلى إقامة بالنية، من سفر إلى إقامة بالنية، لكن من إقامة إلى سفر لابد من الخروج، لابد من الخروج. انتبهنا؟ ترى الفقه معادلات وقواعد مثل ما أنتم شايفين، يعني قواعد تحفظها بتفرع عليها، هي هكذا، مش يعني هيك نزاكة وعلى المزاج وعلى كذا. طيب هاي خلصنا، أنا ماشي معكم حباية حباية عشان تضبطوا السفر، يعني للسفر في أخطاء تحصل. نمشي، وصلنا. ولا ينوي 15 لأن السفر إذا صح لا يتغير حكمه إلا بالإقامة، والإقامة بالنية صح؟ أو بدخول وطنه، هاي سنشرحه بعد قليل، لأن الإقامة ترك السفر، فإذا اتصل بالنية أتم، يعني مجرد نويت أن تقيم ولو كنت في داخل الصلاة تصبح صلاة كم؟ رباعية، بخلاف المقيم حيث لا لا يصير مسافرا إيش؟ بالنية. المقيم بخلاف المقيم حيث لا يصير
مسافرا ايش بالنية، المقيم لا يصير مسافرا بالنية، لان السفر انشاء الفعل فلا يصير فاعلا بالنية. هاي الحكاها ماجد اخر شيء، ايش الحكاها؟ يعني انا كنت مسافر الان في مدينة، طالما لم انوي 15 ابقى مسافر، مجرد انوي 15 اصبح ايش؟ مقيم، ولو كنت في داخل الصلاة. قالوا حتى قبل السلام، انا بدي اسلم، قبل ما اسلمت نويت اقوم واتي بركعتين. لكن انظروا، اذا انا نويت الاقامة شهر ثم بعد يومين قلت خلص راح اسافر بعد اسبوع، مثال، طالما نيت اقامة لا اصبح مسافر الا اذا سافرت. الان هاي رح تأتينا، بس ما بدي اشرحها هلا، رح تأتي فيما بعد. في اشي بسموه الوطن الاصلي، الوطن الاصلي. نحن عندنا ثلاث اوطان، او اذا بتحب عشان موجع اشترك وطنها، بس هو ذكر ثلاثة المؤلف رحمة الله عليه، وطن اقامة وطن اصلي. الوطن الاصلي مش انت اردني ومعاه جواز اردني ورقم وطني، هذا يعني الشيء متعلق بالترتيب الدولة، بس في الفقه نحن ما بنعتمده. المعتمد عندنا في الوطن الأصلي أربعة أشياء: مكان ولدت فيه، مكان نشأت فيه، مكان تعيشت فيه، تعيشت درست أو يعني تعمل فيه، والرابع مكان تزوجت فيه. أقوى هاي الأربعة الزواج، لأنه لا يتصور، هكذا الفقهاء، لا يتصور رجل بلا زوجة، فبالتالي دائما وطنه مكان زوجته، هكذا، مش مكان أبو أمه. أبو أمه بس مرحلة مع السلامة، دنيا كذابة يعني. فلذلك تقولوا مكان تأهل فيه، ما معنى تأهل فيه؟ تزوج، لأن وين في زوجته بتلاقيه جالس زي الأسد يعني. طيب نرجع لهذا الموضوع. فإذا ما هي العلامات على الوطن؟ أربعة: ولادة، نشأة، تعيش، تعيش معناه دراسة أو عمل، والرابع إيش هو؟ الزواج. ما في ذكر للوالدين، رأيته؟ أصلا ما في ذكر لهم بالمرة، ما في ذكر. نكمل. وبالتالي الآن نحن جميعنا في القاعة، في القاعة الأردني، السوري، القرغيزي، الأوزبكي، كلنا في القاعة، وطننا الأصلي عمان، الأردن، لأن عايشين فيها، نتعيش فيها. الآن واحد من الشباب القرغيزيين ذهب لبلده لأسبوع لزيارة والدته لأمر معين، يقصر الصلاة طول هو مقيم في الأردن عمال يدرس، أصبح وطنه الأصلي الأردن عمان. بمجرد يدخل عمان دخل وطنه الأصلي، رجع لبلده هناك اللي هي جنسيته، لا مسافر، إلا إذا كان ناوي 15 يوم. فالمكان الذي أنت رحت على السعودية أصبحت وطنك الأصلي إيش؟ السعودية. فالمكان إلا المكان الذي تتعيش فيه، الذي زوجتك فيه، هو وطنك إيش؟ الأصل. لأن تعرف هاي حدود يعني اليوم موجودة بكرة بتروح، يعني كلها بلاد مسلمين وكلها شيء واحد. وقديم الناس يتنقلون يعني من عمان الأردن، يعني عمان أصلا لا تشفي واحد عمان عمان ما في شبه. يعني عمان يعني قبل أول يعني بقول أول مكان سكن في عمان الصويلح 1904 سكنوا الشركس والشيشان يعني، ولا ما فيش حدا يعني. ما في حدا. فهاي يعني الناس اللي بيعيشوا فيها، ناس من هون، ناس من هون، ناس من هون، ناس هكذا البلاد، يعني تعمر بلاد وتخرب بلاد وتصير وكذا. فالمكان لذلك تجد قديما الشخص يقول القاهري، الدمشقي، البغدادي، ثم يقول القاهري مولدا، البغدادي مثلا سكنا كذا، هذا يعني عادي، يعني انه ينسبوه لعدة بلاد على حسب معيشته، دراسته، تعيشه. فما فيها شيء. انتبهنا لهذا الترتيب؟ انا هذا الان اشرحه مرة قادمة، بس الان احببت ان اقول لكم شو معنى وطنا. فانا الان كنت مسافر لبلد، رجعت لعمان وناوي ابقى في عمان يومين،
معنى طالما أهلي في عمان وعمان هي وطن الأصلي، ولو دخلت ساعة اعتبر مقيم بدون نية، فهمناها؟ لأن هاي وطني الأصلي، وطنك الأصلي تعتبر أو تصلي فيه أربعا ولو دخلت. مش كثير ناس بيدخلوا بلده يوم وعنده شغل صح؟ وبيسافر، هذا اليوم الذي يدخل ماذا يصلي؟ أربعة. فهمناها أخوتي؟ فإذا بالنية، بالنية 15 يوم، إذا ذهبت إلى أي مكان 15 يوم تصلي أربعا، وبدخولك لوطنك إيش؟ الأصلي، وطنك الأصلي اللي هو إيش؟ من جنسية، ولادة، تعيش، نشأة، تأهل، المكان الذي فيه زوجتك. متى تسأل؟ إيش الشيخ؟ صحيح. أقل 6 شهور. معروف. هسه الآن أنا يرتبط العسكري الآن مع قيادته إنه مثلاً طالعين 6 شهور أو شهر حسب ما هم شو مقررين، ما العسكري ما عنده خبرة، ما عنده معرفة. توصلوا معلومة إنه ممكن أنت لا مشوارك الآن صدرك أو شو شغلك بالضبط. هاي راح تمر معنا العسكري، راح يمر معنا نيته. نية قائده. نية قائده. طب إذا القائد ما أقدر. انت تمشي معه على ترتيبه، يعني بغض النظر ما هو. حتى يعني اقصر وانا هناك. نعم اقصر وانا هناك حتى يبين لي مثلا ويبلغنا بدون تبليغ. اذا ما بلغ ما راح يكون عارف شو هناك. في مرات ظروف بنحطه فيها انه ما ببلغوه، انت مش عارف، بس هو معاه خبر، القائد نفسه معاه خبر انه مثلا 3 شهور سنة. في ناس يعامل معاملة المسافر، هذا معاملة مسافر ان شاء الله. بس تأتي راح تأمر معنا ونشرحها كمان، راح تأتي ان شاء الله. طيب عندي سؤال، في هون شخص بيدرس بصير هو الوطن الاصلي، طب لما يرجع على بلده، يعني هو اجنبي بيدرسه، لما يرجع على بلده خلص صارت هناك، مجرد رجع هناك واخذ زوجته معاه ورجع لبلاده صارت وطنه الاصلي. فهمتيها؟ ممكن شخص لاحظ في اربد جاء ونقل أولاده لعمان، صارت عمان هي وطن الأصلي، بعد 10 سنوات رجع لأربد، خلاص رجعت لأربد وطن. يعني القوي هو الزوجة، وين زوجتك نقلتها؟ زوجتك نقلتها صارت هي وطنك الأصلي. وصلت؟ بقيت هناك وطن الأصلي، زوجته بتحافظ على أنه هناك وطن الأصلي. لا صدقة بمزح. يعني الشخص قالوا لا يكون له وطنين إلا إذا كان عنده زوجتان. بهذا في ظاهر الرواية، رح يمر معنا في غير ظاهر الرواية، المكان الذي يوجد لك فيه بيت ودار يعتبر وطن أصلي. فهمناها؟ طيب نكمل، رح يأتينا إن شاء الله هذا كله شرح أخوتي وأخواتي، بس أرجو أنت. وأما المدة 15 فمنقول عن ابن عباس وابن عمر، ولا يعرف إلا توقيفا، ولأن السفر لا يخلو عن اللبث القليل، فاعتبرنا 15 كثيرا فاصلا اعتبارا بمدة الطهر اللي هي للمرأة، تعرفوا إذ لها أثر في إيجاب الصلاة وإسقاطها، فال15 كيف اعتبرناها؟ ماشي أخوتي. الآن بعدها يقال وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقام. وشرحت لما روي أنه أقام صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، ما كان عنده قصد كم سيقيم، فبقى 18 ومع ذلك يقصر. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوس 9 أشهر يقصرون إيش؟ الصلاة. قال ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والزوجة يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته. يعني لا تعتبر نية العسكر، تعتبر نية مين؟ قائده. فالآن بدي أسأل، بيسأل إذا أمر سري وهم في مثل ما حكى، في بيسأل إنه بس إحنا عشان الصلاة، إذا الأمر سري طالما أنهم في مهمة فيعاملوا معاملة الجيش اللي هو كر وفر، عرفنا، فيأخذ حكم السفر. فهمناها؟ لأنه هم مثلا القائد نفسه، يعني هم ليسوا في حالة طمأنينة، نحن نسميها يعني ليس مستقر الأمر، فيأخذ حكم الجيش لأنه لا يمكنه مخالفة المرأة. طبعا هذا قديما ولا جديد نفس الشيء، كان الآن يعتبر نية المرأة صح؟ وافق الشباب، شفتوا
مش قلت العسكري والزوجة أنها تبع لزوجها، بس هذا أول كان المرأة تبع لزوجها. كان الآن 5% يعني زيد، و90% الرجل صار تبع للمرأة. طيب فالمهم مش مهم يعني رجل ولا امرأة، اللي هو جد حاله نعتبر نيته. قال والمسافر يصير مقيما ايش؟ بالنية. يعني احنا بدنا اخر شيء ينفذ كلامه صح؟ يدبر حالهم بعدين. يصير مقيما بالنية، مجرد انوي اصبحت مقيم. الا العسكر اذا دخل دار الحرب او حاصر. العسكر الان تنفعش نيته، نوى الاقامة حاله اقوى من نيته، لانه اي لحظه بيهجم عليه العدو بيهرب، واي لحظه هو بيهجم على العدو. فطالما هو في حاله حرب يعتبر مسافر هنا. يعني هذه الحاله لحظه اعتبرنا الحال اقوى من ايش؟ النية. انا رحت اقيم في الصحراء شهر ومش خرجي، خرج انسان يعيش في الصحراء، يعني مش ابن صحراء، فبالتالي انا ناوي 15، بس حالي يدل على انني لا اقيم اسبوع، فيعتبر حالي. فنعتبر الحال ونقدمه على النية في حضري أراد أن يقيم في صحراء، ما بنعتبر نيته. بس إنسان هو أصلا بدوي لا نعتبر نيته، لأنه متعود على العيش في الصحراء. فهمناها؟ وكذلك العسكري أو الجيش لا نعتبر نيته عندما يذهب ليحارب، لأن حاله أقوى من نيته. أو حاصر موضعا لأن إقامتهم تتعلق لا تتعلق باختيار، لأنهم لو نووا الإقامة ثم انهزموا انصرفوا فلا تصح نيتهم، ونية الإقامة من أهل الأخبية صحيحة. يعني واحد بدوي نوى، أنت تعرف الأخبية نقل غنمات من هون لهون ولهون لهون ونوى، تعتبر نيته ولا تعتبر؟ تعتبر نيتهم كأهل الأخبية كبدو، بس لو حضري تعتبر نيته في الصحراء؟ لا تعتبر. كالأكراد والتركمان في الصحراء والكلاء، لأنه موضع إقامتهم عادة، فهو في حقهم كالأمصار والقرى لأهلها. قال ولو نوى أن يقيم بموضعين، الله هنا يعني أنا ناوي أقيم في عمان وإيش اللي مس التليفون وإربد، حتى مش معنى حتى بنحكي مس التليفون ولا هي. شو اسمك يا بنت آخر إشي؟ نزل التليفون يا بنتي. طيب نكمل. انا نويت اقيم في عمان والزرقاء، بنفعش. مثلا انا في السعودية، رجعت اهلي في عمان، زوجتي في الزرقاء، قلت ببقى لي 10 أيام عند اهلي و10 أيام عند زوجتي، عند اهل زوجتي، يعني هيك نويين مخططين. تعتبر نية الاقامة في مكانين؟ ما بتعتبر نية الإقامة، تعتبر لأن لو صحت نية الإقامة في مكانين صحت نية الإقامة في كل الأماكن. أنا بنوي الإقامة في الأردن وفي السعودية وفي أمريكا، إذا ما فيش سفر. فاهمينها؟ فلا تعتبر نية الإقامة إلا في مكان. فإذا نويت في عمان 10 أيام في الزرقاء 10 أيام، اعتبر مسافر، لأنه في عمان أقل من 10 أيام وفي الزرقاء أقل من 15 وفي الزرقاء أقل. إذ لو صح في موضعين لا صح في أكثر، وأنه ممتنع، يعني لا يمكن إلا أن يبيت بأحدهما. إيش صرته؟ أنا ناوي في عمان والزرقاء، بس في عمان رح يكون مبيتي وفي الزرقاء رح يكون عملي، فالشهر يعتبر مكان النوم. يعني أنا عندي عمل، يعني فالشهر راجع على عمان، عندي عمل في الزرقاء، فكلهم رح أذهب للزرقاء، كلهم ما بيضرني. المهم مبيتي وين؟ في عمان. مثال فتصح النية لأن موضع الإقامة موضع البيتوت، احفظوها. ألا ترى أن السوقي يكون في النهار في حانوت الشخص، يكون في عمل السوقي في الأسواق والتجار وغيرهم، وهذا ويعد ساكن في محلة إيش؟ محلة كذا. والمعتبر في تغير الفرض قصرا وإتماما آخر الوقت. إيش معناها إخوتي وأخواتي؟ إيش اللي قبل إيش؟ المعتبر الليل، المعتبر المبيت، يعني حتى لأنه نعم البيتوتة، طالما أني أنا قررت أبيت في هذا المكان 15 يوم فأكثر فهو يعتبر مكان الإقامة. والمعتبر في تغير فرض آخر الوقت، يعني أنا آخر الوقت مقيم ولا مسافر؟ آخر الوقت مقيم ولا مسافر؟ آخر وقت الظهر، آخر وقت العصر، آخر وقت المغرب، فأنا مقيم
ثم آخر وقت الظهر سافرت. لي حكم إيش؟ المسافر. ولم أصلي الظهر كم تثبت في ذمتي؟ ركعتين. كنت مقيم، كنت مسافر، وآخر وقت الظهر أقمت، صارت الفرض في حقي 4. لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، حتى لو سافر آخر الوقت أنا ما صليت، كنت مقيم 100%، بس آخر الوقت قبل ما يأذن العصر سافرت وما صليت الظهر، كم أصلي الظهر؟ ركعتين. إيش طبيعي يعني؟ إيش ما تقدر تعتبر يعني حتى نوجب الصلاة في ذمتك؟ مش حكينا إن لم تصلي في جزء من الوقت تجب الصلاة في آخر الوقت؟ هذه. ففي آخر الوقت شو صفتك؟ مقيمة ولا مسافرة؟ يعني آه 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 آه. وإن أقام المسافر آخر الوقت تمم لما بينا. خل نقف أخوة أخواتي عند إيش عبارة؟ ولا يجوز اقتداء مسافر ومقيم، هاي سبحان الله تابعة المسألة اللي قبلها، بس يلا مش مشكلة.